طلع يا مصري هات بروتين، قال لي لا مش هديك، وخده معاه ودخل الحمام يستحمى. يا ابني ده غريب. بمسك الموبايل اقلب فيه شويه كده وبنام وانا ماسك الموبايل. لا لا، هو في كابتن بكور اللي غير الامور، هو ده اكتر حاجه. هو ده بتفرج على التلفزيون، انت عارف يعني ماليش في التلفزيون خالص. الطيار لن ينام اليوم. ممكن عريس من جهه امنيه. حلو ده. مش حاجه معينه، بس يعني ممكن اتفرج على التلفزيون شويه واغسل سناني وانام. بتفرج على عمرو اديب وبنام عليه. واغسل سناني وانام، بس مش حاجه معينه بعد التمرين ولا قبل. انا بمسك الموبايل اقلب فيه شويه كده وبنام وانا ماسك الموبايل. طبعا اهم حاجه يعني بفضل اشيك عليها قبل ما انزل 80 مره الجزمه، لان مفيش حد مقاسي. لو نسيت الجزمه انا ضيعت خلاص. ولبس اللعب، لبس الماتش، فوطه طبعا عشان لو هنستحمى هناك. بس هي دي الحاجات اللي باخدها يعني، مش حاجه معينه يعني. طبعا اهم حاجه طبعا جزمه الماتش، لبس الماتش، كذا شراب باخدها على الرئه، جاكيت الماتش طبعا اللي هو بتاع التسخين، ولبس بقى اللي هو بعد الماتش بقى، والفوطه بقى والحاجات اللي هي بتاعت الدوش. برافو عليك. حاليا انا بتفرج على مسلسل موضوع عائلي الجزء الثاني. هو ده الموضوع، وعايزين الحلقات كلها تنزل عشان زهقت. حاليا يعني التلفزيون والله. هو ده بتفرج على التلفزيون، انت عارف يعني ماليش في التلفزيون خالص. انا لما اجي يعني، احنا اول حاجه بنعملها لما بنصحى من الصبح في كده بيقولوا. لا لا، هو في كابتن بكور اللي غير الامور، هو ده اكتر حاجه. الافيه بتاع المعلق بتاع السعوديه ده اللي هو قال لا الطيار لن ينام اليوم. السؤال ده مش هينفع معانا، احنا ما بناكلش غير فراخ ورز وخضار. احنا الاثنين في الفري باكل دايما، بحب اكل بيتزا يعني، دي اكلتي المفضله. رياضي رياضي. ورق عنب بالكوارع. جدع. طب ورق عنب بالكوارع لقيت والله، افتكرته اصلا كنت بعدي اكله كل يوم. يعني في كتير، بس اهمهم طبعا عادل امام. طبعا يعني عادل امام الزعيم. حلوه 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 يا ابني، لذيذه. خدتها مني، خدتها مني. لان عادل امام يعني من زمان، يعني بقى له مثلا اكثر من 30 40 سنه وهو على القمه طبعا. فانا اتمنى ان في المجال بتاعي ان انا ابقى زيه يعني. ما اعرفش ممثلين كتير يعني، بس الممثلين اللي اعرفهم مثلا اللي بحبهم مثلا عادل امام، كريم عبد العزيز، دول اللي اعرفهم يعني. ما اعرفش كتير يعني، بس دول اللي بحب تمثيلهم يعني عموما. هو كتير، بس يعني ممكن عريس من جهه امنيه. حلو ده. فرقه ناجي عطا الله ده، بستناه في رمضان دايما. اجي متاخر انا بس. مصري طبعا، اكتر حاجه بيوسوس فينا النظافه. فظيع مرعب لو حد طالع داخل من بره مثلا لابس لبس خروج عادي، جاي يقعد على السرير بتاعه يتخانق معاه، يقول له لا البس لبس النوم الاول وبعد كده تعالى اقعد على السرير، عشان لبس النوم ما بيتوسخش بره. يعني المفروض ان انا وانا بره مثلا اللبس بتاعي ده بيجي عليه تراب وانا ماشي، وانا ما لمستش تراب، بس هو بيجي عليه تراب فباجي اقعد، لا ما ينفعش اقعد. خناقه بقى. لا اصل الموضوع ده يعني، في ناس بتيجي من التمرين، خصوصا كريم هنداوي يعني، ما يحللوش ينام غير على سريري بلبس التمرين، فطبعا ما ينفعش يعني. بزعل جدا لما حد بينتقد الشناوي مثلا عشان غلط في جون او حاجه. ف لا، الشناوي جون كبير، ولو غلط مره او في ماتش او ماتشين لا هو ليه كريدت كبير جدا. قفشه بقاله فتره انا شايف الناس بتنتقده، اكيد انا لعيب زيه وحاسس هو بيلعب تحت ضغط كبير جدا، لان بس هو لازم يفهم يعني هو الكريدت بتاعه مش كبير زي الشناوي. ده وجهه نظري يعني. يعني الشناوي بقاله فتره بيلعب ولعب منتخب كتير، وياما شال الاهلي وشال منتخب مصر. قفشه
لعب فترات كتير كويس، بس هو بقاله فتره مش مظبط، لان هو برضه صانع العاب ومحتاج الاهلي، محتاج الريتم في الملعب. ف يعني قفشه ده دوره وده وقته ان هو يظبط الريتم دوت ويرجع قوه الاهلي الهجوميه تاني. وبصراحه انا شايف ان الناس اللعيبه اصلا المفروض تبطل انها تسمع للسوشيال ميديا بره، تطلع بره الحته دي عشان تعرف تركز في الملعب، تعرف انها تطلع احسن حاجه عندها يعني. وفي نفس الوقت يعني الناس بقى الجماهير تبطل انتقاد في اللعيبه عشان تعرف انها لا، بس ده انا مش متفق معاك، لان الانتقاد ده اساس من اللعبه واساس من الرياضه. طالما انت رضيت ان انت تبقى لعيب في نادي كبير، يبقى لازم ترضى ان انت الناس تنتقد. ماشي تنتقدك، بس اللعيب مش قوي ماتش. يعني مثلا هو ممكن مثلا يلعب مثلا 10 ماتشات كويس، اول ما يلعب ماتش وحش ينتقدوه على طول. لا، هو اللعيب القوي اللي الناس تنتقده ويسمع النقد بتاعه فعلا وما يتاثرش، لان او ما يسمعش طبيعي، لان الناس مثلا بتنتقد ميسي او كريستيانو او اكيد يعني. اكيد الناس دي اكيد الناس دي وكريستيانو بان في كذا لقاء ليه في قبل كاس العالم ان هو بيسمع للناس وعارف كل النجوم اللي بتنتقده، سواء من مانشستر يونايتد، النجوم اللي هم القدام، واكيد هو عارف وسامع، بس هو ماشي في طريقه. وانا بحترم فيه جدا الموضوع ده، لان انت برضو السوشيال ميديا، انت هتفتح موبايل لازم تشوف ناس تنتقدك. صح، بس انت كلاعب هتتقبل النقد ده ولا هيفضل شغلك؟ صح، بس صح. حاجه غريبه. لا ما حاجه هو صح اللي عمله. صح، رونالدو يعني كلاعب هو عمل كل حاجه في الكارير بتاعه، هو يعني كسر ارقام كتير قوي ما حدش كسرها، وبالنسبه لي هو احسن لعيب موجود. والخطوه اللي خدها للنصر دي خطوه صح جدا، هو اوريدي كسر كل ارقام، هو فاضل له بالظبط سنتين ولا ايا كان في الكارير بتاعه قد ايه. فهو دلوقتي بص لحته تانية غير زمان. زمان الواحد كان بيبص ده، تلاقيه كان بيبص على الكارير بتاعه، لا انا العب في نادي كبير، لا انا عايز اعمل ارقام، عايز اكسر. بس دلوقتي خلاص وخلص الدوري السعودي بقى قوي برضه يعني، والدوري السعودي كمان هم دلوقتي بيقووا، دي حاجه تانية طبعا. بس انا بتكلم في فكره ان هو دلوقتي بيفكر ان هو فاضل له سنتين، واي نوت ان هو ما يعملوش فلوس مثلا عشان بعد ما يخلص الكارير بتاعه يكمل البيزنس بقى اللي هو عامله اصلا اوريدي، ويكمله ويكبره ويوسع فيه اكتر يعني. هو زمان ميسي طبعا برشلونه، بس من ساعه ما ميسي مشي وانا ما بقتش بتفرج اصلا على برشلونه الصراحه، فبقيت مركز اكتر مع ليفربول عشان محمد صلاح. انت زي انا كنت بشجع برضه كريستيانو رونالدو ساعه كان في مدريد، بعد كده خلاص بقى قطعت الخبر خلاص اول ما مشي. الزمالك طبعا كداب قوي. الزمالك طبعا عشان زمالك، انا زملكاوي فزمالك ماشي. وانت اهلاوي ماشي يا عم الزمالك. لا، هو الدوري السنه دي صعب الصراحه، انا شايف ان هو صعب. الزمالك مش في احسن حالاته، والاهلي برده مش في احسن حالاته، ولا بيراميدز في احسن حالاتها. فانا شايف ان الاهلي لو نجح او الزمالك ان هو ما يخسرش او ما يتعادلش، يعني الاهلي في اخر فتره تعادل، الزمالك تعادل، اللي ينجح فيه ان هو ما يتعادلش او يفقد نقط مع الفرق اللي هي مش كبيره، هو ده اللي هيقدر ياخد الدوري. لا هو مش معلم، هو في ناس دماغ خفيف فعلا. في ناس فعلا تريها بتعمل اوتوبيسات، محمد علي، محمد علي حميد، تلاقيهم دول مثلا اللي عايز مثلا تقعد تضيع وقت شويه، تقعد لا مثلا انت مثلا ماتش وحش وعايز تنسى الماتش، تروح تقعد مع محمد علي او حميد. يعني في الاولمبياد كان دودو احمد هشام السيد الاحمر كان بيروح يلعب؟ لا لا، بس الاحمر في النادي بيروح يلعب مع حسن، بيلعب حسن. لا كان دودو وحسن، كان نخلص غدا يطلعوا على الجيم زون. ليه قبل اجتماع الجيم زون بعد الاجتماع بتاع الدارتس. فلا دودو وحسن اجمد لعيبه بلاي ستيشن اعتقد يعني. في ناس بتبقى عادي، في ناس عادي، وفي ناس صعب جدا يعني. الكبار بتوع الاهلي او الزمالك صعب جدا، انا شخصيا صعب جدا اروح الزمالك. بكر اعتقد برضو صعب طبعا، سهل جدا يجي الاهلي. بس ففي ناس الاحمر مثلا صعب جدا يجي الاهلي، مستحيل. كريم هنداوي سهل جدا يجي الاهلي. كريم اهلي زمالك، اهلي زمالك. يعني في ناس في الاهلي زملكاويه، وفي ناس زملكاويه في الاهلي، واهلاويه في الزمالك. لان انا بلعب عشان اسمي اول حاجه يعني، انا شخصيا بلعب عشان اسمي والنادي وشغلي والسالري اللي باخده، فالموضوع ما فيهوش عواطف يعني، ما فيهوش حب يعني. أنا مش هحب يعني، انا اللي هحبه ان انا ابقى عيشتي كويسه، او ان انا يبقى بيخش لي الفلوس اللي انا بعيش بيها يعني.
ده اهم عندي من ان انا مثلا حاجه بحبها. والله في مره طلبت منه بروتين ما ادانيش. والله قلت له يا مصري يا بروتين؟ قال لي لا مش هديك، وخده معاه ودخل الحمام يستحمى. يا ابني ده غريب.